هلا هنرجع على التراجكتوري بلانينج. راح اعمل هون راح اخذ 10 سكندز هاي 10 سكندز عندي هون 21 نقطة، فأنا العشرة سكند بدي أقسمهم لعشرين أو 21 نقطة. بعدين راح أعمل هون تراجكتوري بلانينج جي تراج جوينت سبيس. هلا الآن طلع معي كيو دي وكيو دي دي، وعملنا أظن نعمل كيو بلوت كيو دي. هاي هذا متذكرين اللي عملناه زمان، كيو كيو دي وكيو دي دي اعطتني التغير بالزاويه. انتقلنا من وين لوين؟ انتقلنا من كيو زد لكيو ان اظن، من كيو زد. فبدينا من كيو زد، هذا مثال بعث لي اياه هاب، كيو زد لكيو ان، اخذنا بوز معين وحولنا لبوز ثاني، واخذنا لينكث اوف تي. لينكث اوف تي شو بستخرج منها؟ ما بستخرج منها زمن، بستخرج منها عدد النقاط. فاحنا مفترضين هون عندي كم نقطة؟ 20 نقطة تحركنا. هلا هون في نقطة مهمة لازم ننتبه عليها قبل ما نقدر نحسب التورك، مش رح نقدر نحسب التورك إذا خلينا هاي زي ما هي، لأنه كيو دي وكيو دي دي مش صحيحين 100%، هلا بتشوفوا ليش. فأنا حسبت هلا كيو دي وكيو دي دي، وإذا نطلع مرة ثانية على الشكل، هاي الشكل هون تغير معي، مش كارتيجن سبيس بلانينج، هذا هون تراجكتوري بلانينج. إذا نطلع هلا على اليونتس تبعت كيو وكيو دي، إذا طلعنا على اليونتس تبعت كيو وكيو دي وكيو دي دي، هلا اللي بيفترضوا السؤال، خليني أفتح هذا ال إذا بنفتح الانستركشن تبع جاي تراج، في نقطة مهمة. بيفترض إنه الزمن انتقل من صفر لواحد، فهو بيفترض انه كل التراجكتوري تايم هي 1 سكند. اذا التراجكتوري تايم كان 1 سكند، هذا بياثر طبعا على قيمه الاكسلريشن. يعني لو جينا احنا قلنا في سياره انتقلت، سياره قطعت مثلا مسافه، او عداء قطع مسافه 1 كيلومتر في 10 سكند، او جينا قلنا هو قطع 1 كيلومتر في 100 سكند، بيختلف مظبوط؟ لو جيت قلت لك هذا الشخص قطع مسافه 1 كيلومتر في 10 سكند، ايش بيعتبره؟ هذا شيء اولمبي مش هيك؟ يعني عم بيقطع تقريبا بالثانيه 100 متر، هذا الرقم العالمي. لكن لما اجي اقول انه هذا فعليا لا هم قطعوش ب 10، قطعوا ب 100 سكند، معناها ايش بعمل بالسرعه اللي طلعت معي لما حسبتها من هون؟ بدي اعملها ادجستمنت، تكون اقل السرعه ولا اكثر؟ اقل اذا بقسم على 10. المشكله هون بهذا الانستركشن مش واضحه 100%. الانستركشن هذا بنتقل، هو بيفترض انه احنا الزمن الكلي وانتقلنا فيها يوم هون فيه من زيرو لواحد، فهو مفترض هاي التراجكتوري بلاننج انه الزمن الكلي واحد، حتى لو انت مفترض انه 20، هو كل اللي عمله قسمها ل 20 قطعة، فقسم ال 1 سكند ل 20 قطعة واعطاني التراجكتوري. فلما بحسب، فلو هاي انا اصلا كانت 10 سكند، معناها السرعات الفعلية شو لازم تكون؟ عشر القيمة الأصلية، والأكسلريشن رح يكون عشر القيمة الأصلية. يعني هو باني هاي لما اعطاني كيو دي، اذا حطينا كيو دي هون مثلا اللي طلعت معنا، اذا كتبنا كيو دي، كيو دي طبعا هاي وحدتها راديانس بير سكند. ليش وحدتها راديانس بير سكند؟ لانه الجوينتس كلهم ريفولوت، فهذول الجوينتس الريفولوت، فهون اعطاني هون كل القيم اللي موجوده هون بدلاله راديانس بير سكند. فهاي بتقول لي، هاي طبعا شو بتحكي لي؟ هاي اول كولوم لمين هذا اللي تبع الاول كولوم؟ لثيتا 1. ثيتا 1 هون بحاله هاي ما تغيرت، لانه من الوضعيه الاولى للوضعيه الاخيره فيش حاجه انه ثيتا 1 تتغير، بتتغير ثيتا 2 وبتتغير ثيتا 3، ثيتا 4 وثيتا 5 ما تغيروش، وتغير الريست من هون، تحرك الريست. هاي لانها كيو دي وحدتها راديانس بير سكند، بس هي مبنيه على اساس انه التراجكتوري كلها قديش اخذت؟ 1 سكند. 1 سكند. لو التراجكتوري اخذت 10 سكندز، معناها السرعات بهاي بقدر اريح السرعات هذول، مش هيك؟ شو بتكون قيمتهم الفعليه؟ عشر القيمة الأصلية. في هاي نقطة مهمة جدا. ونفس الشيء بالنسبة للأكسلريشن، طب ليش بهمني الأكسلريشن؟ ليش بهمني أعرف الأكسلريشن الفعلي قيمته الحقيقية؟ ما أغلطش بالفاكتور أوف 10.
التورك. عشان التورك، والتورك ليش بهمني؟ اللي بدي اختار محرك عليه. اوكي؟ اذا هاي لما نيجي نطلع على هاي اللي موجوده هون، هلا انا لازم اعرف انه هاي بتكون صحيحه السرعه، سرعه الجوينت الاولى اللي هي ثيتا 2، هاي السرعه تبعتها صحيحه في كل لحظه من اللحظات، صحيحه لو كان الزمن الكلي للترانزيشن اللي بيصير للترانزيشن هو 1 سكند. الروبوتكس تول بوكس ما عرف مني زمن، هلا انا اعطيته زمن؟ ارجعوا اطلعوا هاي، اعطيته انا طول الفكتور، اعطيته بس عدد الخطوات اللي يقسمهم، بس ما اعطيته زمن. اذا نطلع على هذا الانستراكشن، هيو الانستراكشن اللي كان موجود هون اول ما اعطيته، اعطيته هذا الانستراكشن، طلع هذا الانستراكشن، ما في شيء اسمه زمن هون. انا اعطيته ستيبس، انا قلت له قسم لي التراجكتوري تبعتك ستيبس، هلا هو ما عنده زمن، فبيفترض انه الزمن الكلي هو 1 سكند. ولذلك هو لما يجي يحسب السرعه والاكسلريشن لازم يفترض زمن معين، فبيجي بيفترض انه كل خطوه الزمن فيها كان 1/20 من الثانية اللي هو 50 ملي سكند، فبيحسب الزمن السرعه والاكسلريشن على اساس انه كل ستيب هي 1/50 من الثانية. اذا انا بدي ارد اعدل شو بدي اعمل؟ بدي الان اعدل حسب الوضع اللي موجود هون، فهو مش سكند هو 10 سكند، فلازم ارجع الان هون اضرب. كمان ما باخذش زمن، ما بفهم ايش اسمه زمن. خليني بس ارجع للاديتر. هاي انا شوف شو اعطيت، حطيت هون انا زمن. اوكي، انا اعطيته، حطيت تي وقلت انا بدي اروح من 0 لـ10 سكند بخطوات مقدارها 50 ملي سكند. هي في زمن مزبوط، لكن هو شو قرا من الزمن تبعي؟ ما اخذش تي نفسها، اخذ لينكث اوف تي، وكان بامكاني احط 20 أو 21. نعم تفضل. حتى تي هون مش زمن، حتى تي ماشي ما فيش حد بقول انها زمن، مزبوط ما فيش حد بقول انها زمن، يعني ما في شيء واضح، بس احنا فاهمين انها زمن. يعني انا في البرنامج شو المفروض اقول؟ انا راح احط هلا هون انه انا قاصد 10 سكندز ات ستيبس اوف 50 ملي سكند. بس هو بس يمشي، يعني ما راح يمشي 10 سكند، ما راح يمشي، لا هو راح يمشي 20 خطوه. هلا اعملوا انيميشن، هلا لو عملنا انيميشن ايش الانيميشن راح نعمله؟ راح نيجي نقول بلوت، مش هيك؟ P560 بلوت وكيو اللي طلعت معنا. كيو انا هون مش عم بعطيه سرعه حتى، انا بعطيه بس كيو، فهو بقول بدي انتقل من كيو الاولى لكيو الثاني، من كيو الثاني لكيو الثالثه، فما باخذش بعين الاعتبار اي شيء من هاي الاشياء، بعتبرهاش انها زمن. هاي هو تحرك ببساطه، ما فيش حتى هو ما اخذ الزمن بعين الاعتبار، هو عمليا كل اللي عمله ال 21 بوز المختلفه هاي بتحرك بين ال 21 بوز المختلفه، ماشي؟ والوقت اللي اخذه حتى انتقل ما له علاقه بالزمن اصلا. هو انتقل بس بين الاولى والثانيه، هلا اذا بدك انت تثبت الزمن بدك تصير تحط بوز. تصير تحط بين الواحد والثاني بوز معين، مثلا تاخذ زمن على اساس انه زمن متساوي بين الواحد والثاني، فتحط بوز 50 ملي سكند، مش هيك؟ بنقدر نعمل هيك؟ يعني بصير تحط انستراكشن بوز 50 ملي سكند حتى يتحرك بين الواحد والثاني. اذا بنرجع نطلع على السرعات هذه، السرعات هاي تفترض او اسامبشن اللي فيها انها بتفترض السرعات هاي اللي موجوده هون بتفترض انه الزمن الكلي 1 سكند. حتى نعمل ادجستمنت فبقسم على او عمليا انا عمالي بضرب في 1 سكند وبقسم على 10 سكند. هذا هو الادجستمنت، اوكي؟ اذا هون اوكي، فهون عندنا غيرنا، قسمنا على هذا الرقم، قسمنا على 10 هون وقسمنا على 10 هون. هلا هيك بتعدل عندي كيو دي وكيو دي دي للقيم الجديده تبعتهم، فاذا اخذت هدول الان هي طلع على كيو دي، اول شيء ناخذ فكره كيو دي، مثلا كيو دي هون هي القيم تبعت كيو دي، مثلا عم بتوصل 1 و5، وراح اخذ هدول الاثنين هلا اعدل كيو واعدل كيو دي. راح اخذ كيو وكيو دي، هلا بنشوف هون صار عندي القيم الجديده. فهاي دي الاكسلريشن، ومتذكرين اذا عملنا بلوتنج للاكسلريشن اظن مش بقدر اعمل كيو بلوت. اوكي، هاي متذكرين الاكسلريشن بتختلف عن الفيلوستي، الفيلوستي كانت تطلع هيك وتنزل، الديسبيسمنت كانت زي هيك، الفلوستي تطلع وتنزل، والاكسلريشن بتكون بهي القيم، في لها قيم بوزيتيف وفي لها قيم نيجاتيف. هاي الان هي الاكسلريشن الصحيحه.
طبعا انا بضل اعمل سكيلينج زي ما بدي، اذا بدي الزمن يكون 10 سكندز بقسم على 10، اذا بدي الزمن يكون 100 سكند بقسم على 100، وطبعا التورك بيكون اخف. اي تورك؟ الانيرشيا تورك. الانيرشيا التورك اللي بيسبب الانيرشيا مش الجرافيتي، الجرافيتي راح يضل نفس التورك اللي موجود منه. نعم. لما سويت كل شيء معي بتفرق معي بالضبط، ايش اللي راح يختلف معك؟ هلا اذا عملت بلوت ما راح يختلف شيء. مش هيك سؤالك؟ بس لكن في الحياه الحقيقيه هلا لما تيجي تطلع على التوركس اللي مطلوبه اعطيك مثال، لو انت ماسك كره وبدك ترفع الكره من هذا المكان لهذا المكان تمام؟ نفترض ات كونستنت سبيد حتى نهملها، هاي وزنها هاي 10 كيلو. اذا انت بدك ترفعها بفتره من زمنها مقدارها ثانيه مش بتختلف عن اذا بدك ترفعها بزمن مقداره 10 ثواني؟ التورك اللي بدك تحطه هون مش بيكون اقل من الحاله الثانيه؟ لانه السرعه السرعه رح تختلف معك. هلا لو انت ماسكها بس مكانها وما بتتحرك هذا التورك نفسه الجرافيتي تورك، بس الاكسلريشن تورك او الانيرشي تورك رح يختلف معك، فبدك تزود باور على فتره اقل من هون. اذا بنطلع هلا هون اللي بياثر ايش بياثر؟ هلا بياثر بتشوفوا هلا التاثير. هلا هون اذا طلعنا في عندي تو انستركشنز، في انستركشن جرافيتي لود. هلا شو بقول هذا الانستركشن؟ عندي بوما 560 بدنا نطبق الجرافيتي لود عليه على تراجكتوري كيو. الكيو هون راح يتحرك هو بكيو، طبعا هون بهمنيش بالهاي انا بس عم بحسب الجرافيتي. شو يعني بحسب الجرافيتي؟ بحسب قديش التوركس اللي بدي احطها على اللينكس حتى تتغلب بس على الجرافيتي، فما اعطيته غير كيو. هلا شو معنى هاي؟ هذه قديش؟ زيرو. هذه اي ثيتا؟ 1. ثيتا 1. ثيتا 1 هي اللي بتلف حوالين هيك، ما بياثر الجرافيتي عليها. مضبوط؟ هل في حاجه احط تورك عليها اذا بلف بهذا الاتجاه؟ مين اكثر واحد بيتاثر بالجرافيتي؟ الشولدر، لانه الشولدر بيرفع من هون، فهي هي التوركس اللي بدي احطها هاي بالنيوتن متر، هاي بس عشان اتغلب عليه الجرافيتي بهذيك الوضعيه. طبعا كل ما كانت هاي ستريتشت اكثر لبرا رح يكون هذا الرقم اكبر. مين اللي بعده؟ الالبو. الالبو كمان بدي احط عليه جرافيتي، هدول طبعا بصير اخف بكثير. هذا هون اللي موجود، هذا بس عشان لاحظ ثيتا 5 بتاثر بالجرافيتي بهاي الوضعيه. مين ما تاثرش بالجرافيتي؟ ثيتا 4 وثيتا 6 لانه الاكسس تبعهم بهذا الاتجاه. بس هذا اذا ما حطيت تورك على هذا المحرك شو راح يصير بالريست؟ راح توقع. اذا ما حطيت تورك على هذا القلب او حتى معكوس يمكن التورك يكون هيك، فصار التورك بيكون مع يعني عكس الاتجاه، وهذا اذا ما حطيت على الشولدر راح يوقع. نيجاتيف ساين بس معناها انه التورك معكوس بده يكون حسب وضعيه الروبوت وين الزد اكسس، وين الزد اكسس. هلا انا ما بكفي اني احط هذا بس الجرافيتيشنال لود، بس اتغلب على الجرافيتي، بس انا كمان بدي اعمل اكسلريشن. الاكسلريشن مش زيرو، كيف بعرف انه الاكسلريشن مش زيرو؟ هي كيو دي دي. اذا طبعنا كيو دي دي هي واضح انه الاكسلريشن، فانا ما بكفي اني اكون واخذ ثابت مكاني، بده يتغير، بدي احقق هذا الاكسلريشن. ايش الوحدات هون؟ راديانس بير سكند سكوير. اوكي هذول كلهم راديانس بير سكند سكوير لكل واحده من الجوينت، هون فيش عندي اكسلريشن، فمين اللي لازم يتغير وينضاف للجرافيتي؟ بده ينضاف تورك جديد. اذا بنفس الاتجاه رح يجمع معاه، اذا بعكس الاتجاه رح ينطرح منه. فرح يصير عندي هلا الانستركشن اللي بعطيني هاي التو انستركشنز. الاي تورك اللي تبعت لي اياه بيختلف شوي، بحسب بس الانيرشيا كان. الار ان اي بحسب كل التورك بما فيه الجرافيتيشن. فالار ان اي، ار ان اي اختصار لريكيرسيف نيوتن اويلر ميثود. فبستخدم ريكيرسيف نيوتن اويلر ميثود. لاحظوا ايش اضطريت اعطيه كمان؟ الاكسلريشن. طب ليش بالجرافيتي ما اعطيت الاكسلريشن؟ لانه احنا بالجرافيتي بس بدنا نحسب التورك اللي مطلوب عشان امنع الجرافيتي انه يوقع اجينست الجرافيتي، ما في حاجه اني اصاره. هذا الجزء بشمل الجرافيتي وبشمل الاكسلريشن المطلوب. فاذا هذا اخذته راح يطلع معي المفروض هذا يطلع اكبر من قيمة الجرافيتي لحالها او مختلف عن قيمة الجرافيتي لانه بنجمع له اشياء. لازم احط كيو دي يعني؟ لا دكتور احنا كيو صحيح مش عارفينه.
ما عندناش الكيو تساوي في ما عندنا هاي؟ ما عندنا تحطين بعد ما هي قبل الأخيرة خزنها مش أنصر. طيب خلينا نشوف نتأكد إن الكيو موجود ولا مش موجود. الكيو موجودة أظن إنه إحنا بس مش حاطين ال خليني أتأكد أنا بدي كيو دي. إذا هاي هلا شو بتشمل؟ حتى هون واضح عندي فيه كمان هذا من وين إجا؟ ليش هذا صار بدي أحط عليه تورك؟ لأنه صار في عندي حركة. إذا بتطلعوا مرة ثانية على حركة البي في عندي هون روتيشن حوالي الثيتا 1. هاي بس ما فيها جرافيتي كومبوننت. هذا اللي فيه جرافيتي كومبوننت وهذا اللي فيه جرافيتي كومبوننت وهذا فيه جرافيتي كومبوننت. هذا هون انضف له مع ان جرافيتي كومبوننت انضف له اكسلريشن كومبوننت اكسلريشن كومبوننت مع هون اكسلريشن كومبوننت بدون جرافيتي اللي موجود هون. فهذا اعطاني التورك. اوكي وقفنا هاي.